دقلو في منطقة أبرق الشيخ طه في هذا الحجز الجماهيري العريض الكبير الذي تشارك فيه الطرق الصوفية وكذلك الإدارات الأهلية في هذه المنطقة في محلية شرق النيل. إذا كلمة تابعناها ركز فيها السيد نائب رئيس المجلس العسكري على دور الإدارة الأهلية في المرحلة المقبلة، كذلك أكد فيه على جملة من الحقائق متعلقة بالرغبة في تنظيم الحياة السياسية السودانية في المستقبل، في تشكيل حكومة تسير من الشباب والإدارة الأهلية وكذلك المستقلين لحيل الانتخابات. كما قال: ليس منطقيا أن تعطى جهة سياسية إن كانت أغلبية برلمانية ب 67% دون قوى المجتمع الأخرى. كذلك قدم الشكر للسعودية والإمارات ومصر وروسيا والصين. نحارب الهجرة الشرعية غير الشرعية والإرهاب والمخدرات عبر الحدود. تنمية شرق النيل في الطرق والصحة والخدمات هي مسؤولياتنا، سنعمل على إقامتها. طيب، للمزيد من التفصيل حول هذه الزيارة التاريخية في منطقة شرق النيل في منطقة أبرق، ينضم إلينا داخل الأستوديو الأستاذ محي الدين محمد محي الدين، الباحث وكذلك المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محي الدين. أهلا بك أستاذ محمد. نشكرك على البقاء معنا لهذه الفترة الطويلة يعني، وأنت مشارك معنا دوما. أستاذ محي الدين، كيف تابعت هذه الزيارة بصورة عامة؟ الواضح فيها التركيز على دور الإدارة الأهلية في هذه المرحلة المقبلة، وهي تعمل على دعم المجلس العسكري. يعني هذا اللقاء نظم من قبل الخليفة تاج الدين خليفة الشيخ طه في منطقة أبرق، دور الإدارة الأهلية في هذه المرحلة من عمر بلادنا. نعم، طبعا النقطة الأساسية أنه لما نتكلم عن الإدارة الأهلية نحن نتحدث عن مكونات الشعب السوداني. أنت تعلم ومشاهديك يعلمون أن الأزمة كانت في مبدئها أزمة اقتصادية، ثم تطورت إلى أزمة سياسية وموقف من يعني من النظام السابق، وفي مرحلة من المراحل أخذت أبعادا اجتماعية مخيفة أخافت الكثيرين، لأن الحديث أخذ جوانب تتصل بالمجتمع السوداني. فبالتالي لمعالجة هذه المشكلة المجتمعية لابد من العودة لمكونات المجتمع السوداني، لأننا في بحثنا عن مقاربات في معالجة القضايا المختلفة لابد أن نركز على الجذور. وهنا استدعي من حديث السيناتور الأمريكي الذي تحدث، لأنه قال: سيكون من الخطأ للولايات المتحدة ألا تفهم أنكم الأساس والجذور. كان يتحدث عن هذه النقطة، كان يتحدث عن حكمة أهل السودان، ويعتقد أن هذه يعني نقطة مركزية في يعني يجب أن لا تغفلها الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي علينا أن ندرك عناصر قوة المجتمع السوداني، والتي ترتكز بالأساس في تماسك لحمة المجتمع السوداني، لأننا في هذا اللقاء رأينا نظار عموم. وعندما نتحدث عن عدد كبير من القبائل، نتحدث عن عدد كبير من القبائل المختلفة المتساكنة في منطقة واحدة، والتي تدين بولاء لناظر العموم الذي يكون من قبيلة مختلفة عن مكونات المجتمع، ولكنها تتساكن وتتلاقى وتتآزر. ورأينا أيضا من الإشارات المهمة في هذا الجانب أن بعض ممثلي الإدارة الأهلية جاءوا من منطقة أم درمان ليشاركوا أهلهم وإخوانهم في شرق النيل. يعني مثلا القبائل التي شاركت في المنطقة: المقاربة، الحسانية، البوادرة، اللحويين، الفادنية، الكواهلة، الشكرية، الجميعاب. نعم. وكافة هذه الإدارات هي إدارات فاعلة بكل تأكيد. صحيح. لكن أستاذ محي الدين، في هذه النقطة تحديدا، ونحن رأينا نائب رئيس المجلس العسكري حتى في لقائه كذلك في قري، نعم، اللقاء الذي كان قبل أيام معدودة، وركز كذلك على دور الإدارة الأهلية. نعم. الفلسفة في الاهتمام بالإدارة الأهلية، ونحن شهدنا في السنوات التي خلت ضعف الإدارة الأهلية، وربما أن البعض يريد أن يقول كأنما ذلك كان مقصودا أن تضعف الإدارة الأهلية ولم يكن لها دور، ولكن الآن الإدارة الأهلية هي التي تقوي لك النسيج الاجتماعي بكل تأكيد. فلسفة التركيز على دور الإدارة الأهلية ده من طبيعة التحدي الذي يواجه المجتمع السوداني، هو تحدي مجتمعي بالأساس، لأن القضية كما ذكرت لك يعني مبدأ تحولت من صراع سياسي إلى خلاف
كان يراد له أن يأخذ أبعادا اجتماعية، والتأثير على المكون الاجتماعي في المجتمع السوداني يمكن أن يؤدي إلى التشظي الذي حدث في دول يعني سادتها حالة من الفوضى مثل ليبيا، هو أن حالة من التشاكس والصراع حدثت بين مكونات المجتمع. رأينا قبائل الزنتان تقاتل التبو على الهوية، ويعني صراعات فيها يعني مؤشرات على أنها ذات طبيعة اجتماعية أكثر منها يعني صراعات سياسية. بالتالي لمعالجة هذا التحدي كان من المهم جدا الوصول إلى المكونات الاجتماعية، لأن التواصل بين هذه القبائل وهذه المكونات هو ما يعطي المجتمع السوداني تماسكه وقوته. ولعل أيضا إشارة مهمة هي أننا الآن نتحدث عن أطراف الخرطوم، لا نتحدث عن لقاء في وسط الخرطوم، نحن نتحدث عن مكونات في محيط الخرطوم، وربما سنرى أيضا نشاطا في ولايات السودان المختلفة ليكون التماسك من الأطراف وصولا إلى القلب هنا. نعم، وأنا لدي ملاحظة وأستمع إليك أستاذ محي الدين محمد محي الدين، رأينا التفاعل الذي تم في أحداث الثورة الأخيرة، أن كل التفاعل كان داخل ولاية الخرطوم الصماء. يعني الآن فقط بدأنا نستمع لأطراف السودان الكبيرة، يعني الريف السوداني فيه غالبية كبيرة جدا، ورأينا كيف أن هذا الحشد كان حشدا كبيرا جدا، يعني في ناس جو من جنوب البطانة في مناطق الصباق، وكذلك حتى مناطق رفاع، طبعا ناظر عموم الشكرية جاء من مناطق رفاع، وكذلك مناطق تنبول وغيرها، البعض جاء من شرق الأقصى الشرق من القضارف، البعض جاء من كسلة، البعض جاء من ولاية الجزيرة في مناطق مختلفة. الآن ربما أن الريف السوداني يقول كلمته الآن، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا رأينا حقيقة يعني عندما كنا نرى ما حدث أمام القيادة العامة كنا نرى تمازجا سودانيا، جاء الناس من ولايات مختلفة، ولكننا لم نرى الريف بشكل واضح تحدياته، وقد جاءت في كلمات المواطنين، لأننا عندما نتحدث عن أوضاع اقتصادية أثرت على حياة الناس الكثيرين يعني يأتي إلى ذهنهم ما يحدث في المدن وليس الأرياف. فبالتالي الآن يعبر الريف عن تأييده للمجلس العسكري وعن مطالبه في التنمية المتوازنة والخدمات الأساسية، وهذه نقطة جوهرية، لأننا عندما نتحدث عن التهميش، وهذا مصطلح بات الكل يعني يستخدمه ويوظفه لأغراضه الخاصة، نتحدث عن حوجة هذه المناطق للتنمية المتوازنة وللخدمات المختلفة، لأن الريف كله في كل السودان هو الذي يسهم في الاستقرار الاقتصادي. فإن أردنا خروجا من الأزمة الاقتصادية علينا بالريف، وإن أردنا خروجا من الأزمة المجتمعية وتأكيد التماسك لحمة المجتمع علينا أيضا بالريف الذي تظهر فيه هذه العناصر. ودائما اللغة التي يتحدث بها الريف قد لا تكون هي لغة العاصمة، بمعنى أن الريف الآن لا يتحدث بلغة الصراعات الأيديولوجية السياسية، وإنما يتحدث عن أصل الإشكالات الاقتصادية المتعلقة بمعاشه، وكذلك بحبه للروح الوطنية وحماية البلاد والتفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى، بينما هنا صراع فيه تدافع سياسي تحقيق مكاسب سياسية في العاصمة. نعم، هو صراع إيديولوجيات، بينما الريف يتحدث عن همه الوطني، يتحدث عن الخدمات التي في الأساس كانت هي المشكلات، أسس المشكلات السياسية. وأنا أعتقد أن هذه رسالة للقوى السياسية المختلفة أن تدرك أن خطابها هذا الذي تقول به هو تأثيره محدود، تأثيره ربما في المدن، ولكن غالب أهل السودان هم في الريف وفي مناطق تعاني من مشكلات واختلالات في التنمية على مدى العقود الماضية. الاختلال في التنمية أدى لمشكلات في بعض المناطق وحروبات ونزاعات مسلحة، بالتالي معالجة هذه القضايا ستجنب البلاد حدوث مثل هذا التشظي المجتمعي وهذه الحروب، وستسهم أيضا إدراك القيادة السياسية في الأحزاب السياسية وفي المجلس العسكري، ونحن نتحدث عن مرحلة الانتقال، سيساعدهم على تقديم مقاربة تعالج الأزمات المسلحة في مناطق السودان المختلفة. هذه نقطة البداية ونقطة التركيز. أنا أعتقد أن على الأحزاب السياسية أن توطن نفسها على دراسة احتياجات المجتمع السوداني، وأن تنظر في كيفية معالجة هذه القضايا
بحكمة وبعلمية، نعم، وتقديم تصورات للمجتمع السوداني يقبلها وعلى أساسها يكون التفويض لها. نعم، ولعله أيضا من الواضح يعني مثلا كافة الذين تحدثوا ممثلين لهذه القبائل المختلفة، المغاربة والحسانية والبوادرة واللحويين والكواهلة والفادنية وغيرهم من القبائل في هذه المنطقة، يعني الدعوة جاءت منهم، نعم، جاءت من الشيخ تاج الدين إلى كل هذه القبائل استجابت له. يعني لا، قد لا يقول عاقل بأنه هذا الكم وهذا المكون الاجتماعي الكبير جاء ضغطا، وإنما جاء طوعا صحيح، ليعبر عن مواقفه ويعبر عن تأييده للمجلس العسكري بكل تأكيد. نعم، طبعا هذه الرسالة أيضا مردها إلى أن تيارات معينة في الشارع السوداني بحكم أنها كانت جزءا من عملية الحراك الذي أفضى إلى تغيير النظام السابق، تقول بأنها من تملك التفويض لتتحدث باسم نعم. الشعب السوداني. نعم. الآن هذا الخروج يعني دعنا نقول العفوي يعني مرتب من قبل المجتمعات ولم يكن أمرا يعني مخططا له ربما من المجلس العسكري، فيه إشارة إلى أننا هنا وأننا لنا صوت نريد إيصاله ولنا قضايا نريد إيصالها ولنا إرادة نريد أن نمضيها. ونحن أصحاب السلطة الحقيقية. نعم، نحن لنا إرادة نريد أن نمضيها، وإرادتهم هي أن يدعموا الاستقرار، لأن القوات المسلحة تمثل صمام الأمان والمنظومة الأمنية التي في المستقبل. أستاذ محي الدين، ربما سنشاهد ذلك في هذا الدعم الذي يقدم للمجلس العسكري، الاعتماد فيه على تقوية الإدارة الأهلية من جديد في عدد من الولايات، لأنه نائب الرئيس وكذلك رئيس المجلس سيطوف على عدد من ولايات السودان المختلفة لتنويرهم وكذلك الالتقاء والاستماع إلى أهل السودان. صحيح. ما الذي يرغبون في المرحلة المقبلة بكل تأكيد. لكن دعنا نتحول بعد الحديث المهم هنا عن دور الإدارة الأهلية في الفترة المقبلة وكذلك التعبير عن قضاياها بهذه الشفافية وهذا الوضوح، نتحول إلى الجانب السياسي. نعم. خطاب نائب رئيس المجلس حمل جملة من الموضوعات المتصلة بالرؤية في تشكيل الحكومة الكابينت المقبل. نعم. النسب التي تحدث عنها، يعني مثلا أشار إلى أننا سنشكل حكومة تسيير من الشباب والإدارة الأهلية والمستقلين لحين الانتخابات. نعم. ربما هو هنا يتحدث عن رسائل ومواقف جديدة للمجلس العسكري. نعم، طبعا النقطة الأساسية هي أن قوى الحرية والتغيير حازت على نسبة مقدرة جدا من هياكل وأجهزة الحكم، حتى تشكيل الحكومة كان سيسند لقوى الحرية والتغيير في الاتفاق السابق، لكن قوى الحرية والتغيير أصرت على وتمسكت برؤيتها أن يكون المجلس أيضا مجلس السيادي، رغم أنه تشريفي كما ذكروا، لابد أن تكون رئاسته من المدنيين. وهنا أريد أن أشير إلى أن هناك قضية ومشكلة ربما في طريقة تفكير إخواننا في قوى الحرية والتغيير، وهي الثنائيات المتقابلة المدنية والعسكرية. يعني محاولة تسويق فكرة أن وجود عسكريين في المجلس السيادي سينقص من مدنية الدولة، وفي هذا يعني محاولة لتغبيش رؤية الناس. دائما ما نقول بأن إخواننا في قوى الحرية والتغيير عندما تحدثوا عن اختصاصات المستويات الثلاث كانوا يتحدثون عن أن مجلس الوزراء سيكون مدنيا على نسق الديمقراطية البرلمانية أو الجمهورية البرلمانية وليس الجمهورية الرئاسية، بالتالي ستكون السلطات ممركزة في مستوى مجلس الوزراء، وقالوا أن مجلس السيادة سيكون مجلسا تشريفيا، وأنه إذا تم التوافق على هذه النقطة فلن تكون هناك مشكلة في النسب وفي من يكون رئيسا لهذا المجلس. عندما تم التوافق على 67% للمجلس التشريعي وتشكيل مجلس الوزراء كله من المدنيين، عادوا مرة أخرى ليؤكدوا أن المدنية في رئاسة المجلس السيادة، وهذا ما خلط الأوراق. وأنا هنا أقول أن هذه الثنائية المتقابلة غير منتجة بأي شكل من الأشكال، لأننا نحن في سياق تحقيق توافق سياسي بين قوى شاركت بعضها أو كلها في عملية تغيير النظام، على الأقل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالتالي الشراكة تقتضي أن يكونوا سواسية أو أن مقدار ما يأخذه كل طرف
يكون مقبولا للطرف معنى ذلك الاخر. استاذ محي الدين، حتى القائد محمد حمدان دقلو اشار الى نقطه، الى انه ليس منطقيا ان تعطى جهه سياسيه ايا كانت، في حديثه عن النسبه الموجوده في التشريع في البرلمان في الاتفاق السابق، الى انه ليس من المنطقي ان تعطى اغلبيه برلمانيه ب 67% لجهه محدده دون قوى المجتمع الاخرى. صحيح. هذا في اشاره الى انهم قد لا يكونوا ملتزمين بما تم من اتفاق، ولكنهم هم الان قال مستعدين للتفاوض، متى ما عادوا الى التفاوض سنعود الى التفاوض، ولكن ليس منطقيا ان نقبل هذه النسبه. هذا ما اشار هذا هذا الموقف يعني قالت به قوى سياسيه مختلفه كانت تشعر بان قوى الحريه والتغيير تريد اقصائها من المشهد، لان ملامح هذا الاقصاء بدات من الحديث عن 4 سنوات للحكومه الانتقاليه، وان تكون يعني المشاركه في الحكم لقوى الحريه والتغيير والمجلس العسكري فقط. وعندما تم التفاوض وافق المجلس العسكري على هذه النسب مع قوى الحريه والتغيير، لكن جاءت رؤيه قوى الحريه والتغيير انها ايضا تريد يعني ممارسه شكل من اشكال الاقصاء على المجلس العسكري، على المجلس العسكري الانتقالي. بالتالي عاد المجلس العسكري مره اخرى ليتعامل مع هذه القضيه بحسبان ان المجتمع السوداني له راي، وان المجتمع السوداني لا تمثله قوى الحريه والتغيير، هي يعني عادت واعترفت بأنها تمثل ربما الشباب الذين قادوا الحراك الذي أفضل لتغيير النظام، ولكنهم لا يمثلون بالضرورة المجتمع السوداني. بالتالي عندما نتحدث عن مكونات كالتي رأيناها الآن في شرق النيل ورأيناها في لقاءات سابقة ومكونات مجتمعية أخرى التقى بها المجلس العسكري في قاعة الصداقة، كلها عبرت عن مخاوفها من أن هذا الأمر لن يكون منطقيا ولن يكون مقبولا. فهذا تعبير ربما للمجلس العسكري إنابة عن القوى السياسية المختلفة التي تخشى أن يتم إقصائها خلال المرحلة القادمة. إذا ما المتوقع؟ نحن نعلم أن الوسيط الإثيوبي أبي أحمد رئيس الوزراء أبي أحمد وكذلك المبعوث الخاص السفير محمود درير ينتظرون طبعا ردا من قوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة التي تقدموا بها، رؤيتهم فيما يتعلق بنسبة التمثيل في المجلس السيادي أو حتى الإطار الكلي بالعودة للتفاوض. المجلس العسكري كذلك لم يرد على الوثيقة وهنالك انتظار. اليوم السبت كان من المفروض ان يكون هنالك رد. ما المتوقع في اطار هذه التصريحات التي استمعنا اليها من نائب رئيس المجلس؟ طبعا المقترح هو مقترح معاد، اعتقد انه قد طرح مرارا، وهو ان يعني تكون المشاركه في المجلس مناصفه. كان هناك مقترح قدمه الوسيط الاثيوبي في زياره ابي احمد للخرطوم بحيث يتم تشكيل المجلس السيادي من 8 مدنيين و7 عسكريين ورئاسه دوريه. الان المقترح الجديد 7 عسكريين و7 مدنيين وشخصيه قوميه تتوافق عليها. هذا المقترح الاثيوبي. ده المقترح الاثيوبي. نعم. وشخصيه قوميه يختارها الطرفان تكمل التوازن داخل نعم لتكون 15 عضوا للمجلس السيادي، وان تتم اداره المرحله الانتقاليه مناصفه سنه ونصف لكل طرف، وفي جاء في المبادره ان تكون الفتره الاولى للمجلس العسكري الانتقالي. قوى الحريه والتغيير لم تقطع برايي، وقد راينا مواقف متباينه واشارات ملتبسه يعني من بعض مكونات قوى الحريه والتغيير، مثل تجمع المهنيين الذي رفض هذه الزياره وقال ان ورفض هذه اللقاءات التي زياره الوفد الى اثيوبيا وقال اننا نريد حوارا سودانيا في الأراضي السودانية وليس خارجها، بما يشير إلى أن له موقفا ربما متباينا مع شركائه في قوى الحرية والتغيير الذين ذهبوا إلى أديس أبابا. المشهد التجمعات الأخرى. المشهد نعم. مرتبك. سننتظر رد المجلس العسكري. أعتقد أن الإشارات التي جاءت في حديث الفريق أول برهان فيها ردود رئيس المجلس في لقائه مع الكوادر الصحية كان فيها إشارة إلى أنهم يقبلون الحوار مع قوى الحرية والتغيير، ولكن في إطار كلي تشارك فيه القوى السياسية المختلفة. وأعتقد أن هذه الصيغة صيغة منطقية ومقبولة، يعني على إخواننا في قوى الحرية والتغيير أن لا يتمترسوا في موقف واحد بأنهم يعني قادوا الحراك، لأن هناك تحولات في المشهد السياسي السوداني أظهرت قوى مختلفة وأظهرت أننا لننعم بفترة انتقالية مستقرة لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التوافق السياسي، بحيث تشعر كل القوى السياسية أنها ممثلة وأن رؤيتها موجودة. طيب. على الطاولة، لأن لا أحد يملك تفويضا من الشعب السوداني. ما الآلية؟ يعني نعلم أن التفاوض الآن يتم بصورة غير مباشرة بين الوسيط الإفريقي محمود درير
والوسيط الاثيوبي والمجلس العسكري وقوى اعلان الحريه والتغيير، هو يذهب الى هذا الطرف ويحمل رؤى وافكار الطرف هذا الى الطرف الاخر. لكن ما الاليه اذا رغب المجلس العسكري في التواصل مع القوى الاخرى التي قال انه لها الحق في اشراكه في العمليه السياسيه، القوى غير المنضمه لقوى اعلان الحريه والتغيير؟ نعم، اعتقد ان التواصل حدث فعلا، لان المجلس العسكري يتحدث عن انه تلقى اكثر من 140 رؤيه من قوى سياسيه مختلفه، كذلك هناك كتل توحدت خلال الفتره الماضيه مثل كتله السيسي وموسى محمد احمد، نهضه السودان و2020 و2020 وغيرها من الحركه الكتل الوطنيه للتغيير. نعم، هذه الكتل كلها لها رؤى بلورتها، وهي تعبر عن مكونات سياسية مهمة في المجتمع السوداني. هذه القوى طرحت هذه الرؤى أيضا، بعضها طرح هذه الرؤى في لقاءات مع الوسيط الأثيوبي عندما زار الخرطوم قبل 15 يوما، كذلك قدموا رؤيتهم هذه في لقاءات جمعتهم بتوبورناج مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية. فهذا الأمر الآن تدركه عدد من الدول، وأنا أعتقد أن السيناتور ربما علينا أن ننتظر بعض الوقت لنفهم يعني زيارة السيناتور ومشاركته في هذا اللقاء، ولكن الإشارات المهمة فيه الذي تحدث نعم في قال يعني أن السودانيين عليهم أن يحددوا مستقبلهم، وأن الأمم الأخرى عليها أن تقف إلى جانب الشعب السوداني وأن لا تفرض عليه رؤيتها لنرى سودانا مزدهرا ينعم بمستقبل واعد. وقال أننا في السودان علينا أن نتلاحم الشباب مع حكمة الشيوخ. تحدث عن أنه كان لا يعرف السودان. صحيح. أول هم في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعرفون السودان جيدا. وأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة، وأنه سيكون من الخطأ أن لا تدرك الولايات المتحدة حكمة قادة السودان، وتحدث عن حكماء في أكثر من مرة في تحليلنا المضمون ما قال. كان يتحدث عن الحكماء في السودان ودعا الحكماء من كبار السن والشباب ليعملوا سويا لتحقيق الاستقرار، كذلك قدم نصيحة أخرى هي للجيش والمجتمع المدني، عليهم أيضا العمل سواء لتحقيق مع المدنيين مع أي نعم المجتمع المدني والجيش عليهم أن يعملوا سويا لتحقيق الاستقرار في السودان. فنعتقد أن هذه رسائل مهمة جدا لا بد أن تدركها كل الفاعلين في المشهد السياسي. قوى الحرية والتغيير عليها لا تغالط الواقع، وأن تتمسك بمواقف سابقة جرت مياه كثيرة تحت الجسر، ربما من غير الممكن إعادة عجلة. إذا السنتس الأمريكي ليس في الخرطوم فقط، حتى في أبرق نعم في أبرق حتى في أبرق يعني لقاء أبرق أعتقد أنه لقاء كبير ونوعي. صحيح. حقق العديد من الأغراض فيما يتعلق بالتوجه نحو الإدارة الأهلية. نعم، واعتقد ان فيه اشارات مهمه ايضا جاءت في حديث الفريق اول محمد حمدان دقلو عندما تحدث عن مؤامرات تحاك للوقيعه بين الاجهزه الامنيه، لان يعني الاساس الذي تنطلق منه مواقف الشعب السوداني التي تعبر منها عنها مثل هذه اللقاءات هي الخوف على مستقبل البلاد، الخوف من مصير دول في المنطقه. وقد قال بهذا التخوف ايضا تيبور ناج بعد أن غادر الخرطوم، قال نخشى من أن تنزلق الأوضاع إلى ما صار إليه الحال في ليبيا. بالتالي هذه التخوفات وهذه التأكيدات بتماسك المنظومة الأمنية في مثل هذا اللقاء تطمئن أيضا المجتمع السوداني إلى أن دعمه للمجلس العسكري سيحقق هذا الاستقرار الذي ينشده الجميع، وبالتالي التحرك على صعيد التنمية التي يطمح إليها الجميع. أيضا من الإشارات المهمة أيضا حديثه عن أن الشمولية والأجندة والمصالح قد ظهرت في المراحل الأولى للحوار بين المجلس العسكري، أشار إلى ذلك ضمنا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا فيه وضوح مع الشارع السوداني ليدرك لماذا حدث ما حدث في الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، ولماذا لم تسر الأمور في الاتجاه الذي كان يراد له أن يكون في البلاد، بحيث ننعم بحكومة كما قال تحقق التنمية والخدمات خلال الفترة الماضية. بالنصر أشار إلى أن المصالح والشمولية والأجندة أخرت المجلس عن القيام بمهام الخدمات. صحيح. أشكرك جدا والله أستاذ محي الدين محمد محي الدين على هذا الحضور وهذا الصبر معنا داخل الاستوديو، الباحث والمحلل السياسي
حدثتنا عن هذه الزيارة المهمة. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا، شكرا استاذ شكرا محمد، لك، نتواصل معك إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان ذلك هو مجمل ما تم في هذه الزيارة الكبيرة إلى منطقة أبرق الشيخ طه بمحلية شرق النيل التي شرفها حضور النائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. نشكر لكم طيب المتابعة، ستجدون إن شاء الله في نشراتنا المقبلة كافة التفاصيل حول هذه الزيارة المهمة. نشكر تيم قناة الشروق الذي نقل لنا هذا اللقاء الجماهيري من منطقة أبرق الشيخ طه من مقر الشيخ الخليفة تاج الدين الخليفة عبد الله، وقد كان فريقا متكاملا. نشكر جميع الجهود التي قاموا بها في منطقة أبرق. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلتقي بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.